مديره كيف اللاعب العراقي هذا نزل كم كيلو نزل؟ نزل 5 كيلو بيوم واحد. نزل 5 كيلو بيوم واحد. بيوم واحد. شو عمل يا زلمة؟ هذا اللي عمله ساعتين ونص بالساونا. عمل قعد ساعتين ونص بالساونا لابس كياس تحت واعي وكان عم يسوي تمارين جوا. والمسكين بعديها بس طلع الوزن يعني مش قادر يوقف مزبوط كان. فان شاء الله تكون صحته اليوم مناسبة للمباراة هاي. يعني ان شاء الله ما يكون ديهايدريتد يعني. بالضبط ان شاء الله ما يكون نشف شوي زيادة عن اللزوم. ويقدر ينافس بطريقة كويسة يعني كويسة. سالم جاهز 100% وزنه الطبيعي هو هذا تحت 70 يعني قريب 70. هاي اللاعب العراقي بيلعب من بعيد قاعد عشان فرق الطول عشان فرق الطول. سالم عم بياخذ راحته اللي هو منيح ما يجرب يعمل اشياء ملاكمه ما بدون ما يكملها. لازم عشانه قصير لازم يفوت مره واحده. ايوه بس عمل الطول قاعد يستغل الطول كثير. العراقي عم يستغل الطول نعم اللي هو مزبوط يسويه اصلا. هاي سالم دخل عليه بالملاكمه سالم خايف وهو خايف. العراقي شكله العراقي خايف. هاي نزله هاي اخذوا وهي جوجيتسو اعتمدوا بسرعه وحركه خنق عم بيحاول يعمله زي ما عمل عبد الله مع اللاعب المصري. بالضبط هاي عم بيسيطر عليه منيح سيطر عليه. العراقي عم بيحاول يلف ويدور. هاي ركب على الجسم حلوين هذول ركب على الجسم مسموحه وانت على الارض مسموحه على الارض على الجسم مش عارف. ايوه هاي ركب كمان نزله حطه على الارض. هلا لما يكون هنا صراحه لاعب الجوجيتسو لما يكون نزل واحد ظهره على الارض وما بعرف انا خلفيه العراقي صراحه منيح كيف على الارض بالذات بس شكله لهلا يعني مش عارف شو ايش عم بيساوي. هلا سالم شكله مش كويس على الارض. سالم اقوى بالجزء. العراقي مبين انه خايف كثير. هو العراقي اظن المر فيه امبارح المسكين وهو عم بينزل وزنه مش شغله سهله كانت ابدا. بس ممنوع يعني كمان يجي يقول وزن شكله هلا لا هو ما بصير طبعا في قوانين كل واحد بيلعب تحت الوزن. بس هلا هي العراقي قلب سالم حط سالم على ظهره وسالم هذا بده يشتغل من تحت. المنيح بالجوتسو انك تقدر انت تهاجم وانت من تحت هيك ظهرك على الارض. هاي سالم هلا عم بيجهز لحركه كسر على الايد. مسك ايده حلو يا سالم. ايوه يا سالم مسك ايده استسلم برافو يا سالم. شوف كوعه منيح ان شاء الله ما يكون كسر له كوعه. بس ان شاء الله ما يكون كسر له كوعه فعلا. برافو يا سالم. سالم القوات المسلحه الاردنيه. ايوه يا سالم برافو يا سالم. حلو منه كثير كثير حلو. زي ما شفت سالم شكله كوعه ضرر منيح. شكله اللاعب العراقي ماسك كوعه. محمد شبابنا ما شاء الله عليهم بهاللعبه ما شاء الله عليهم. والله اسود والله اسود الشباب ما شاء الله عليهم. يعني لما يكون موضوع سالم العجمي منافسه